العادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبيب الكريم، مشاهدين الكرام، لازلنا نتواصل وياكم شوطا تلو شوط، وهي انطلاقة الشوط السادس. والشوط السادس مخصص للقاية الابكار المهجنات الأصايل لأصحاب السمو والشيوخ. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط. أرى الآن الطيارة على مقدمة هذا الشوط، الطيارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني نجدة لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثالث الظبي لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سالم بن سعيد بن منانة السويدي. وفي المركز الخامس مثيرة، في المركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة المضمر صالح بن سعيد بالعري المري. وفي المركز السادس غاية لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع الحرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بالصقعة. وفي المركز الثامن مياسة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز التاسع في هذه اللحظات القابضة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذا أول نداء للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط إلى الطيارة. الطيارة لا زالت طائرة على مقدمة هذا الشوط. ها هي الطيارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. ننتقل إلى المركز الثاني الظبي، في المركز الثاني لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. الظبي بدأت تتسلل، بدأت تندفع إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظة إلى المركز الأول. المركز الثاني مثيرة صاحبة الأثارة، في المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر صالح بن سعيد بالعري المري. وفي المركز الثالث غاية في المركز الثالث، غاية المركز الأول، غاية الناموس، غاية المنافسة على مقدمة هذا الشوط. ها هي غاية بدأت تتسلل وتغير وتنتقل إلى المركز الثاني لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الرابع نجدة موجودة على المركز الرابع لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس مياسة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السادس نشوف القابضة وصلت وخذت المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع الشاهينية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن سعيد بن منانة. وفي المركز السابع ولا الثامن، المركز الثامن وله متولها على الفوز، متولها على الناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. خلك قدام يا ابو سلطان، خلك مع الظبي مع هجن العاصمة على مقدمة هذا الشوط. الثلاثي الخطير على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، منظر جميل، منظر جميل. جماهير ومحبين هذا الشعار يطالبون بالترتيب من المركز الاول حتى المركز الثالث. يا سلام، شوف ترتيب الارقام الان اللي في المركز
المركز الأول تحمل رقم 2 الظبيلي هجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي خايف المركز الثاني أيضا لهجن العاصمة، وفي المركز الثالث نجدة لهجن العاصمة، والثلاث التضمير والتدريب لدى المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي يوفن السبق ولا يخلفن، نعم بالواثق وتضميره، يا سلام 1200 عن خط النهاية. والظبي بدت تغادر بمقدمة هذا الشوط، بدت تتجاوز لوحة الكيلومتر الأخير بقيادة الظبي. ها هي الظبي رمز العطاء كلها وفاء على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا المنظر الجميل في هذا الجو الرياضي. يا سلام يا سلام يا الظبي، بدت ترقص غاية خادمة، غاية هذا الترتيب ولا بلا. ها هي غاية تحمل رقم 1 و2 و3 هجن العاصمة على مقدمة هذا الشوط. مثيرة أيضا تبى تنضم لهجن الرياسة. يا سلام يا غاية وهي غاية الفوز، غاية الناموس. ها هي غاية المركز الأول. يا سلام من ما يحب المركز الأول، ها هو المركز الأول. يا سلام أنا ما أحب المركز التالي، أحب الأول، لا الأول أموت وحيابه. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء الذي تقدمه. غاية هنا في يوم التميز مع المتميزين. ها هي غاية من هجن العاصمة، امبراطورية هجن العاصمة. ها هي غاية تشاهدونها، غاية الفوز، غاية الناموس. سلام عليك يا هجن العاصمة للمرة السادسة. تهانينا لمالك هجن العاصمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على فوز غاية بالمركز الأول. المركز الثاني نجد لهجن العاصمة، المركز الثالث الظبي لهجن العاصمة، المركز الرابع مثير لهجن الرياسة، وفي المركز الخامس القابضة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. يا سلام على هذا الشوط، يا سلام على الغاية وعلى عرض الغاية في هذا الشوط. وها هي غاية قاطعة المسافة في 7:45 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصمة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي نجدة في المركز الثاني 7:46 جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصمة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي وفي المركز الثالث الظبي لهجن العاصمة أيضا بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي تهانينا للجميع والناموس. يستمر التواصل أيها الحبر الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان في انطلاقات هذا المساء. وها هو شوطنا السابع يسير في انطلاقته خاص بالجعدان المحليات الأصايل. مسافتنا 5 كيلومترات. تحديات المساء دائما